بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بفتح باب القبول الإلكتروني لبرنامج الدراسات العليا في جامعة محمد بن سعود الإسلامية. أتشوق لمشاركتكم الهامة في هذه الفرصة الرائعة الجميلة، حيث سأستعرض معكم الخطوات الضرورية لتقديم طلب الالتحاق بالبرنامج الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم عالي، وكذلك أقدم لكم المعلومات المهمة حول المواعيد والمتطلبات. وإذا أنت مهتم بهذا الموضوع وتريد أو ترغب الدراسة في المملكة العربية السعودية وخاصة الجامعة محمد بن سعود، نرجو منك مشاهدة الفيديو حتى النهاية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب الفيديو حتى تصل إليكم جميع المعلومات التي سنضع في هذه القناة فيما يتعلق بالدراسة في الخارج، ونتمنى لكم مشاهدة جميلة. تفضلوا معي لاستكشاف هذه الفرصة المثيرة في مسيرتكم العلمية. أهلا بكم مجددا يا أصدقائي الكرام. الآن دخلنا على موقع جامعة محمد بن سعود، وكما ترون في الشاشة عندنا هنا الإعلان الرسمية التي أعلنتها الجامعة، ألا وهو تعلن عمادة القبول والتسجيل وكالة الدراسات العليا عن فتح بوابة التقديم الإلكتروني على برنامج الدراسات العليا المجانية الدكتوراه الماجستير والدبلوم عالي للعام الجامعي 1446 الهجري. وكما ترون أيضا عندنا بداية التقديم 23/8/1445 الموافق 4/3/2024 ميلادي، ويكون نهاية التقديم هذه البرنامج 1/9/1445 الهجري الموافق 12/3/2024. وهذه هي المعلومات المهمة، لذلك تعرفنا على بداية التقديم ونهاية التقديم. وكما قلت لكم سوف نتعرف على شروط القبول إذا أنت تريد أن تقدم بهذه البرامج، ما هي الشروط التي لا بد أن يتوفر عندك قبل أن تقدم. لذلك سنأتي إلى هنا شروط القبول ونضغطها. لذلك دخلنا على الشروط، وأريد أن تركزوا معي جيدا. أول شرط أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية للتقديم على مرحلة الماجستير من جامعة السعودية أو من جامعة أخرى معترف بها مع معادلة الشهادة. ثانيا أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الماجستير للتقديم على مرحلة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها مع معادلة الشهادة. هذه الشروط العامة، وكل التخصص لها شروط خاص. الآن نأتي إلى التخصصات المتاحة، نضغط هنا. عندنا أول معهد العالي للقضاء، كل هذه التخصصات تحت المعهد العالي للقضاء، وهذه هي الماجستير والدكتوراه.
كل تخصص التي تجد هنا متاحة للماجستير والدكتوراه. فقه المقارن، فقه المقارن للفقه، فقه المقارن هذا للدكتوراه والماجستير، الأنظمة للدكتوراه والماجستير، فقه المصرفية الإسلامية، دبلوم عالي، كل هذا دبلوم عالي. نأتي إلى كلية الشريعة. كلية الشريعة التخصصات المتاحة الفقه وأصول الفقه، فقه وأصول الفقه فقط للدكتوراه والماجستير. ونأتي إلى كلية أصول الدين والدعوة، التخصصات المتاحة للدكتوراه والماجستير هي القرآن وعلومه، السنة وعلومه، العقيدة والمذاهب المعاصرة، العقيدة والمذاهب المعاصرة، هذا للماجستير. عندنا الحسبة والرقابة، عندنا الدعوة، الدراسات الإسلامية المعاصرة، الثقافة الإسلامية، هذه هي التخصصات المتاحة تحت كلية أصول الدين. نأتي إلى كلية اللغة، عندنا النحو والصرف وفقه اللغة والأدب والنقد، هذه فقط متاحة تحت كلية اللغة العربية. وعندنا معهد التعليم اللغة العربية، اللغويات التطبيقية للماجستير والدكتوراه والدبلوم عالي. كلية الأعمال والاتصال، العلاقات العامة، الإعلام العسكري، الإعلام السياسي، كل هذا الإعلام العسكري والسياسي للدبلوم عالي. نأتي إلى كلية الأعمال، الاقتصاد، إدارة الأعمال، المحاسبة. ونأتي إلى كلية العلوم، الرياضيات، علوم التنفيذي في الأدلة الجنائية، كيمياء والفيزياء، كل هذا متاح تحت كلية العلوم. نأتي إلى كلية العلوم الحاسب والمعلومات، إدارة المعلومات، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، ماجستير علوم في العلوم الحاسب، نظام المعلومات، كل هذا تحت علوم وكلية العلوم الحاسب والمعلومات. نأتي إلى كلية التربية، الإعاقة العقلية، الصعوبات التعلم، اضطرابات طيف التوحد، تعليم الشامل، كل هذه التخصصات تحت كلية التربية. ونأتي إلى كلية العلوم الاجتماعية، ستجد أن كل هذه التخصصات متاحة تحت كلية العلوم الاجتماعية. وآخر التخصص المتاحة كلية اللغات والترجمة، عندنا الأدب الإنجليزي، اللغويات التطبيقية، اللغويات والنظرية، دراسات الترجمة، الأدب الإنجليزي. وهذه هي الكليات والتخصصات المتاحة للتقديم في برنامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم عالي. الآن يوجد معلومة مهمة لابد أن نقرأها، آليات القبول والضوابط العامة لبرنامج المجانية. أولا، تحديد المعايير المفاضلة بين المتقدمين للقبول لمرحلة الدكتوراه والماجستير وفقا للمعايير الآتية. الأول، معدل المتقدم في شهادة المرحلة السابقة، شهادة البكالوريوس للقبول في مرحلة الماجستير والدكتور، وشهادة الماجستير للقبول في مرحلة وشهادة الماجستير للقبول في مرحلة الدكتوراه، لابد أن يكون نسبة المعادلة 50%. والثاني، اختبار القدرات للجامعيين 30. الثالث، الاختبار التحريري إن وجد، وفي حال عدم اشتراط الاختبار من القسم توزع درجته بالتساوي بين المعيار الأول والثاني. الرابع، اجتياز الاختبار الشفوي، المقابلة الشخصية. الرابع هذا، إذا قبلت بهذه الجامعة ستعمل مقابلة شخصية حتى الجامعة يعرف من الذي يتقدم المنحة، ما هي مستواك، هل تستطيع أن تدرس الدراسات العليا ولا لا. لذلك إذا قدمت الطلب وقبلت
ستعمل مقابلة شخصية. وهنا عندنا تكون معايير المفاضلة بين المتقدمين للقبول على برامج الدبلوم عالي حسب معدل البكالوريوس. أخيرا الرابعة، رسوم التقديم 50 ريال، لذلك التقديم ليس مجانا، بعد التقديم لابد أن تدفع رسوم التقديم. وهذه هي المعلومات والمتطلبات المهمة التي ينبغي للمتقدم أن يعرفها قبل أن يبدأ التقديم بهذه الجامعة الفيديو. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإذا أنتم تريد أن نسجل لكم الفيديو كامل بشرح كيفية التقديم فاكتبها في التعليقات وسوف إن شاء الله نجيبها. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.